اختلف صور التكافل الاجتماعي في الوقت الحاضر الذي تضافرت به الجهود لتمد يد العون للمصابين بهذا الوباء الشرس الذي أطاح بالبنى التحتية للمستلزمات الطبية لمعالجة المصابين. هنا يأتي دور المواطنين بتوفير ما يحتاجه الوضع الصحي. خدمت جامعة حي المعلمين بمبادرة جمع عدد من قناني الأكسجين ومنظمات الأكسجين وأعطاها للناس المحتاجة. يعني تعرفون في الفترة الأخيرة الناس أغلبها تتعالج بالبيت، فاللي يحتاج حتى نقلل الزخم ونسند الكوادر الصحية يعني قدمناها مجانا للمواطنين. ننطي للمواطن قنينة غاز ومنظم وننطي مهلة 10 أيام حد ما يقضي حاجته يجيبها، ننطي المواطن غيره وهكذا. طبعا هذا تبرعات من الأخوة المؤمنين بالمنطقة. مبادرة ترسم معاني حقيقية للوقوف بجانب الجنود المضحية من أجل سلامة المتضررين بهذه الجائحة في أحد المساجد داخل محافظة كربلاء، لتوزع الأكسجين لمن يحتاج بصورة مباشرة لتكون رديف العون للمؤسسات الصحية. بمبادرة إيمانية من خدمة جامع ومتولي جامع حي المعلمين المبارك، وللنقص الحاصل الشديد بالأكسجين في المستشفيات، تضافرت جهودنا مع المستشفيات لنكون رديف ثاني لمساعدة المرضى المحتاجين للأكسجين. فلذلك وفرنا قناني الأكسجين مجانا لكل مريض يحتاج هذه القنينة مباشرة، يجي للجامعة ونعطي أكسجين، وإن شاء الله الأجر على الله. شفت الإعلان على الفيسبوك وجيت الجامعة المعلمين على بطل الأكسجين، والإجراءات سهلة وجزاهم الله خير الجزاء. التكافل الاجتماعي يسطر أجمل الوقفات المشرفة في زمن الكورونا. اليوم المواطن الكربلائي يساهم في الوقفة الجادة مع الكوادر الصحية برفدهم بالأكسجين لسد النقص الحاصل في المستشفيات الحكومية. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.